عاجل، روسيا تتراجع عن دعم إثيوبيا وتوجه رسالة إلى مصر، ومراوغ وكذاب خبير يكشف مؤامرة أبي أحمد ورسائله الخادعة، وأمر من السيسي عاجل جدا بمد الجيش المصري بأحدث الأسلحة الفتاكة، وتفاصيل أسعار البنزين الجديدة بننشر لحضراتكم التفاصيل، وروسيا توجه رسالة إلى إثيوبيا والسودان ومصر بشأن أزمة سد النهضة، وتفاصيل اصطدام طائرتين بمطار دبي الدولي، وطبيب يفجر مفاجأة ويكشف سبب تدهور حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل، روسيا تتراجع عن دعم إثيوبيا وتوجه رسالة إلى مصر. كشفت مصادر دبلوماسية إن روسيا غيرت موقفها من قضية سد النهضة وتراجعت عن دعم إثيوبيا بعد أن تلقت اتصالات مصرية سودانية أوضحت جميع الحقائق وكشفت التعنت الإثيوبي. ومنذ ساعات دعت روسيا ضرورة التوصل لحل لملف سد النهضة من خلال مفاوضات ثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي. خارجية روسية قالت: نتابع الوضع بخصوص سد النهضة ونتفهم أهمية الأمر بالنسبة لمصر والسودان وإثيوبيا. الحكومة السودانية جددت موقفها السابق برفضها للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر. كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد أكد أن إثيوبيا تواصل التصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة. حمدوك دعا خلال كلمته بمناسبة عيد الأضحى المبارك أديس أبابا للامتناع عن التحرك بالإرادة المنفردة في ملف سد النهضة، وقال في رسالته: لن ندخر جهدا من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ مصالحنا. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومراوغ وكذاب خبير يكشف مؤامرة أبي أحمد ورسائله الخادعة. كشف الخبير هاني راسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن مراوغات أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي فيما يخص سد النهضة. أكد أن محاولات أبي أحمد بعد الانتهاء من الملء الثاني للسد قال أنه إنجاز، حيث أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال أنه إنجاز سياسي كبير من خلال الاحتفالات التي أقيمت، ذاكرا أن أبي أحمد يحاول التهدئة على المستوى الخارجي لإيجاد متنفس للضغوط التي يواجهها سواء في الاضطرابات الأمنية بالوضع الداخلي والانتقادات العنيفة التي وجهت للانتخابات الأخيرة ووصفها بأنها غير مكتملة. وأكد أن إثيوبيا تحاول التمهيد للعودة للمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي وفقا للقرار الذي قدمته تونس بمجلس الأمن. أضاف أن إثيوبيا أثبتت خلال السنوات الماضية أنها لا تحترم تعهداتها ونهجها هو المراوغة باستمرار، وقال أن تصريحات الإثيوبية تحاول حتى الآن إيهام الشعب داخليا أن الملء الثاني قد اكتمل على الرغم من أنه لم يصل إلى ربع الكمية المخطط تخزينها من قبل. وأضاف راسلان خلال مداخلة هاتفية على نشرة تن المذاعة على فضائية تن أنه تم تخزين 3 مليار متر مكعب فقط من أصل 13 مليار متر مكعب كان مخطط تخزينها خلال الملء الثاني. وضح أن إجمالي الكمية الموجودة خلف جسم السد حتى الآن تصل ل 7 مليار متر مكعب. أعرب عن أمله في تغير الموقف الإثيوبي المتعنت لأسباب داخلية طيلة السنوات الماضية، خاصة وأن الانتخابات انتهت والوضع الداخلي بحاجة للتهدئة في ملف سد النهضة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر سريع معانا وعاجل، تفاصيل اصطدام طائرتين بمطار دبي الدولي. قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام إن حادث اصطدام وقع لطائرتين، إحداهما تابعة لشركة فلاي دبي والأخرى لشركة طيران الخليج، على ممر مطار دبي الدولي. الوكالة أكدت أن الحادث تسبب في وقوع أضرار طفيفة في ديل إحدى الطائرتين وجناح الأخرى دون وقوع أي إصابات بشرية.
أضافت أن فريق من الهيئة العامة للطيران المدني توجه إلى الموقع الحادث لإجراء التحقيق اللازم. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل أسعار البنزين الجديدة. وقالت وزارة البترول المصرية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 بعد استكمال إصلاحات للدعم. وارتفعت أسعار بنزين السيارات كالآتي: سعر البنزين 80 أصبح 6 جنيه 75 قرش بدلا من 6 جنيه ونص، البنزين 92 أصبح 8 جنيه بدل من 7 جنيه 75 قرش، سعر البنزين 95 أصبح 9 جنيه بدلا من 8 جنيه 75 قرش. لكن السلطات المصرية تثبت سعر بيع السولار عند 6 جنيه 75 قرش للتر. كذلك تم تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. الوزارة قالت ان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات اسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من ابريل ليونيو 2021، وهما اهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية. أضافت أن توصيات اللجنة جاءت في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقا لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل الوباء وتخفيض إنتاج الخام، والزيادة التي قبلها كانت في نهاية شهر إبريل الماضي، حينها عزت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. مصدر معنا كان من رويترز وارتي، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وأمر عاجل من السيسي بمد الجيش المصري بأسلحة فتاكة جديدة. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعات شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن مد قوات البحرية بتكنولوجيا جديدة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع بحث تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعات الاستراتيجية، وتابع ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين. وتعد شركة لورسن شركة ألمانية لصناعة السفن، تأسست سنة 1875 على يد فريدريتش لورسن، وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفريقاطات وفرقاطات. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. من المهم جدا تطوير أسلحة الجيش المصري وتحديثها باستمرار، وإضافة يعني الأسلحة الجديدة والمتطورة في الجيش المصري. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وطبيب يفجر مفاجأة ويكشف سبب تدهور حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز. طبعا يعني الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز، يعني فنانة كبيرة وعظيمة وانا بحبها شخصيا، يعني كممثلة ربنا يحفظها ويقومها بالسلامة، والاستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس ماهر عمران شرح التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبد العزيز، وضح انه سبق لها الولادة بعملية قيصرية. الطبيب المصري اوضح ان الفنانة قامت بعمليتي ولادة، إحداهما بالقاهرة منذ 18 عاما والأخيرة بسويسرا منذ 10 سنوات، كما سبق أن أجريت لها منذ فترة عمليتان جراحيتان لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما جرت بالولايات المتحدة الأمريكية والأخرى بإحدى الدول الغربية نتج عنها مضاعفات بالجرح. شكك عمران فيما نشر من معلومات على لسان بعض الإعلاميين عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلاً: تساءلت ونقبت عن المصادر التي استقى منها هؤلاء الإعلاميون تلك المعلومات المغلوطة، فتأكدت أن هناك أطباء من الشخصيات المدمنة للظهور إعلاميا ولهم متابعون بالآلاف، ورغم أنهم في تخصصات بعيدة تماما عن أمراض النساء والتوليد بل والتخصصات الجراحية
عموما، إلا أنهم للأسف يعني طلعوا بتصريحات استقى منها الإعلاميون معلوماتهم، يعني هو بيشكك في يعني الدكتور ده. ننتقل مع بعض لآخر خبر معانا، وروسيا توجه رسالة لإثيوبيا والسودان ومصر بشأن أزمة سد النهضة. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف أن روسيا تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن أزمة سد النهضة، داعية جميع الأطراف لاتخاذ نهج مسؤول لحل النزاع المائي. وقالت زاخاروف في تصريحات لها إن روسيا اتخذت في 8 يوليو موقفا متساويا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاثة بشأن منء وتشغيل مجمع طاقة كهرومائية أي خزان سد النهضة. وأضافت إن روسيا ترى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الطرفين بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أعرب عنه الجانب الإثيوبي لمثل هذه المشاورات. دعت جميع الأطراف لاتخاذ نهج مسؤول تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه، معربة عن أملها في تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ المشاكل الإفريقية الحلول الإفريقية. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. الآن روسيا يعني تقف ضد إثيوبيا، وهي بتقول إنها يعني واقفة على الحياد بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. أترك لحضراتكم التعليق، هل أنتم شايفين يعني روسيا واقفة مع إثيوبيا أم لا؟ طبعا هقرأ تعليقكم على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى يعني أكون خفيف على حضراتكم، أتمنى ما كنش طولت على حضراتكم. كان معكم إسلام الأمير وأبانوب خلفاوي يعني المسؤول عن المونتاج وبيتعب معانا، تحية طيبة ليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.